حيث تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعملية إلقاء القبض على معمم إيراني في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية. المعمم الإيراني الذي سنشاهده بعد قليل متهم بالتخطيط لتهريب مادة الزئبق من العراق إلى إيران، فلنشاهد. هذا السيد جاينا من إيران. جايب لنا سيدي باب هدية. جاي العمامة رسول الله. يلا. جاي موزعين عليكم. موزعين عليكم. شوف هذا جاي جايب عملة كويتية ياخذ بها زئبق. لا والله لا. من المجموعة الملزومة عندنا. زئبق من الأصابع الملزومة عندنا. سيدي بدال ما تساعدون هذا البلد. لا اخذ زئبق ولا شيء، لا تعمل لي قاعد تقول لي انت شو وياي انت لحد الان توك عرفت انا قاعد هيك. يلا سيدي توكل سيدي موزين موزين رسول الله. سيد بس اجوك احترام العمامة رسول الله. انزعها بيدكم يلا انزعها يلا بيدكم يلا 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 تحرك اول انزعها بيدكم الله يرحمه. يلا سيدي. كم؟